هل قراءة آية الكرسي عند عمل السحر مانعة من إتمامه لأنها تمنع حضور الشياطين؟ كل القرآن ولله الحمد كله يمنع يطرد الشياطين، لكن بالأخص آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين والآيات التي فيها ذكر السحر، ما في قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إن قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يأتي بهذه الآيات مع آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ويحصل بإذن الله المقصود.